تخيلوا لو أن القمم لا تحتاج إلى عزيمة، الكل يصل بلا جهد أو كلل، أيصبح للقمة قيمة؟ فلنذكر بعضنا مهما بلغ جهدنا أننا في الطريق لقمتنا، وأن الرضا لا يكون بالوصول بقدر ما يكون بالجهد المبذول. نسأل الله القبول. ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه. لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن. كم يهتدي الحيران فيه، والنفس كم حنت إليه، يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه، ونعيش تحت ظلاله، ننسى الهموم بقربه. لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. والقرآن